الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على حبيبه المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أهل التقى والهدى. أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، أحييكم بأجمل تحية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألتقيكم مجدداً وبرنامجكم الأسبوعي وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم مع حلقة جديدة، نلتقي لنرتقي ومن هدي نبينا نستقي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الرجاء بالله، جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله قوله: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، ويقولون: نحن نحسن الظن بالله، فلو أحسنوا الظن لصدقوا لأحسنوا العمل. فالرجاء لا يصح إلا بالعمل. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم الرجاء بالله. باسمكم جميعا أرحب أجمل ترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد طلال الخالدي، مرحبا بكم شيخنا الحبيب. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وآله وأصحابه وتابعيهم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم يا شيخ عبد الرحمن، وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم مع الرجاء بالله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه وهو يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف تجد نفسك؟ كيف تجد ذاتك؟ كيف تجد حالك؟ فقال: يا رسول الله، أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. لا إله إلا الله، أجد نفسي أني أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعا الرجاء والخوف في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. صلى الله عليه وسلم، الرجاء والخوف هما الجناحان اللذان يطير بهما العبد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. الرجاء بالله. جميل. إذن نأتي الآن إلى ما تعرف الرجاء. الرجاء بالآخر هي أن تعامله أو أن تطلب منه الذي عرف به. الرجاء بالآخر أن تطلب منه، أن تعامله، أن تقبل عليه بالأمر الذي عرف به. فلن تطلب المال إلا من غني، ولن تطلب الضيافة إلا من سخي، ولن تطلب النصرة إلا من قوي. فحين ترى وتعلم وتوقن أنك عبد لإله هو بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه الرحمن الرحيم، وأن رحمته سبقت غضبه، فأنت ترجو الله وترجو ما عنده سبحانه وتعالى. الرجاء بالله سر من أسرار هذا الدين، الرجاء بالله سر من أسرار وسطية هذا الإنسان المسلم في هذا الدين، لأن الإنسان الذي تملكه الرجاء بالله ودفعه ودافعه الرجاء بالله فإنه سيكون محصنا من الإفراط والتفريط. لأن من الرجاء بالله أن تكون بين يدي الله على الصفة التي هو فيها سبحانه وتعالى، فمما يرضيه أن لا تكون متشددا لا على نفسك ولا على أهلك، فيمنعك الرجاء بالله من أن تقع في خطر الإفراط في هذا الدين. وكذلك الرجاء بالله يمنعك من التفريط، لأنك ترجو ما عند الله من نعيم مما لا خطر على قلب بشر، لأنك ترجو ما عند الله فلا ينبغي لك أن تضيعه لسبب تافه. أنا أرجو ما عند الله، رجائي بالله أن يدخلني جنته، أن يكنفني برضاه سبحانه وتعالى. فرجائي بالله لما عند الله
يدفعني إلى أن لا أترك ما عند الله لأمر تافه لدنيا أو لحرام أو لشهوة أو لنساء. إذن هذا يسمى التوازن الحكيم، أن ترجوه وأن تخافه. هو هذا الرجاء، هو سر هذا الدين، أن ترجوه وأن تخافه، وأن تخافه، أن تحبه وأن تخشاه، أن تطيعه من غير أن تتكل على عملك. وإذا عصيته لا تيأس. الإقبال على الله بجناحي الرجاء والخوف، أن الرجاء بالله إذا تحقق في صدرك، تخيل المسألة من جديد، أن إنسانا يراك رجلا كريما سخيا فيقبل عليه، فلا يصنع بين يديه ما يمنعه من الأخذ من العطية، يفعل كل الذي يرضي ذلك السخي حتى ينال أكثر من سخائه. لله المثل الأعلى. الرجاء بالله أن ترجو ما عنده، فإذا تملكك الرجاء به سبحانه وتعالى حصنك من الإفراط، وحصنك من التفريط، حصنك من أن تضيع نفسك من يديك، لأنك إذا رجوت الله حق الرجاء وأقبلت عليه وكنت بين يدي الله مع هذا الخالق ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، فأنت تكون حريصا على الإظهار وعلى الظهور بالمظهر الذي يرضيه سبحانه وتعالى. سبحان الله تعالى. إذا نأخذ مثال للتوضيح، التجارة مجموعة نشاطات، زين، فيها بيع وشراء، مستودع، تعيين، توظيف، إلى آخره. كيف يعني نقارنها في شخص عنده مال؟ نعم. متى يسمى تاجرا؟ فتح المحل، بلط الأرضية، عمل السوق، جاب البضاعة، جاب العمال، جاب الكاشير، جاب المحاسبين، نتيجة هذا العمل الربح صفر. لا يسمى تاجرا. كل هذا إذن التجارة كلها في كلمة واحدة، هي أن تربح. كذلك الحاج، واحد يقدم على الحاج ويطلع الفيزا ويصرف المال من هنا ويذهب يلبس الإحرامات ويروح ويحرم وما يروح على عرفة. الحج عرفة. لا يسمى حاجا. كل ما أنفقوا، كل ما بذلوا من جهد وتعب، وكله لا محسوب. الرجاء بالله هو هذا السر، حتى لا تكون عبدا إلا أن تكون راجيا له سبحانه وتعالى، أن يتحقق فيك الرجاء بالله. لهذا اقترن الرجاء بالله بحسن الظن به. جميل. سبحانه وتعالى، الظن بالله يصدر من كل أحد. ظن سوء أن يصدر منه ظن السوء أو ظن الحسن. المؤمن يظن بالله الظن الحسن. لهذا هناك حديث نبوي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي أيضا. نعم. عندما قال أنا عند ظن عبدي بها. هذه هي خلاصة هذه الدنيا، أو خلاصة تعامل السماء مع الأرض. جميل. أنت أيها العبد، على قدر ظنك بالله يكون قدرك بين يديه. على قدر ظنك بالله يكون قدرك وقدرك. قدرك وقدرك. نعم، قدرك الأقدار وقدرك من المنزلة. نعم. بين يدي الله، فظنك به أنه فارج الهم وكاشف الغم، فيقع لك القدر، قدر التفريج. ظنك به أنه فارج الهم وكاشف الغم، فقدرك عند الله عال، لأنك أحسنت الظن بالله. الظن بالله، الظن يشمل كل أحد. الظن إما ظن المؤمن به وهو الظن الحسن، أو ظن غير المؤمن به وهو ظن السوء، لكن الرجاء بالله هو الظن الحسن. الظن الحسن. لهذا لما نقف يعني ننظر إلى الرجاء بالله من زاوية عليا، تجدها متجلية في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: والله لو نادى مناد يوم القيامة أن أدخل الناس جميعا الجنة إلا واحدا لخشيت أن يكون عمر. الله أكبر. ولو نادى مناد أن أدخل الناس جميعا النار إلا واحدا لرجوت أن يكون عمر. يا الله. تمام الرجاء وكمال الرجاء ومنتهى الرجاء ومبلغ الرجاء وغاية الرجاء أن تكون معه سبحانه وتعالى، أنك ترجو كل ما عنده، أن ترجو ما عنده لأنه أهل لذلك، وأن تخشى ما لديه من العذاب لأنك أهل لذلك، أن ترجو خيره لأنه أهل لذلك، وأن تخشى عذابه لأنك أهل لذلك. نسأل الله العافية. قال: لو نادى مناد أن أدخل الناس جميعا الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون عمر.
ولو نادى مناد أن أدخل الناس جميعا النار إلا واحدا لرجوت أن يكون عمر. هذا الرجاء العظيم، يعني من قوة رجائه بالله أنه لو رأى الناس جميعا ينخرطون في النار ما زال لديه رجاء به أنه سينقذه. وكذلك عنده من الخشية منه سبحانه وتعالى والخوف أنه لو أدخل الناس جميعا الجنة واستطرد وأبعد واحدا لظن من شدة إسرافه، من شدة تقصير العباد بين يدي مولاهم أنه هو سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. إذن يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. نعم. وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي في رواية: فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي، فإذا وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا، وإن تقدم إلي تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. السؤال هنا: ما سر علاقة أنا عند ظن عبدي بي ثم الحديث عن الذكر وأنا معه حيث ذكرني؟ ما سر الاقتران؟ هناك سر يربط من بينهما، ما بين وكما يقول الصالحون: للسر سر، للسر سر، للسر سر. جميل جميل. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكروني. مداومة الذكر على مداومة ذكر الله تجعلك قوي الرجاء به سبحانه وتعالى، تحسن ظنك به سبحانه وتعالى، تتعرف به على كمال صفاته سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته، مما يجعلك توقن يقينا تاما وجازما أنه قادر على كل شيء، وأن أمره بين الكاف والنون. مداومة الذكر تحسن الظن بالله، مداومة الذكر تجعل الإنسان على دوام الرجاء به سبحانه وتعالى. يعني هناك أناس يمر بهم ظروف صعبة جدا، لكنهم في الرخاء تعود ألسنتهم على ذكر الله، على الحمد، الحمد لله، الحمد لله، فتراهم تتكلم معه في مصيبة نزلت به الكلمة الثانية: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. كثرة الذكر حسنت الظن بالله، فحسن العطاء لا إله إلا منه سبحانه وتعالى. سبحان الله تعالى. لأن سر هذه الحياة هي رجاؤك بالله. أنت حين ترجو خيره ترجو ما عنده سبحانه وتعالى، أنت حين تصوم ترجو ما عنده، أنت حين تكف نفسك عن المعاصي ترجو أن لا يحاسبك، أن لا يعذبك. فرجاء سر الاتصال بالله رب العالمين. يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ظنك بالله يحدد ويرسم لك قدرك وقدرك عنده، لأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد، بيده مقاليد السماوات، إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. الرجاء بالله أمر عظيم جدا. ترجو الله الذي من عليك بأعظم دين، ومن عليك بالعقل من أعظم النعم، ومن عليك بأعظم كتاب وهو القرآن، ومن عليك بأعظم رسول وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المسلم على خير كثير. لذلك لما جلس سيدنا زين العابدين رضي الله عنه ورضاه، علي بن الحسين، ورويت أيضا عن سيدنا جعفر الصادق رضوان الله عليهم جميعا، جلس مع قوم قال لهم: أي آية في كتاب الله أرجى؟ أي آية في كتاب الله أرجى؟ فقال أحدهم: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الآخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وقال الآخر فقال: أما عندنا آل البيت فإن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرضى وأحد من أمته في النار صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم جميعا. فأرجى آية كثرة الذكر لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. إذن الرجاء الذي تتأمله منه بناء على صفاته وأفعاله وعلى تصورك لهم قبل ذلك. نعم. الله بيده كل شيء، كل شيء بيده، أبواب الرزق وأبواب الفرج وأبواب الشفاء. فعلى المؤمن أن يرجو ربه دائما في كل الرجاء بالله يعني. إذا قوية سترى الكرب سهلا هينا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، سيهون عندك كل شيء. الرجاء بالله يجعلك يجعل الرجاء بالله يجعلك تعلم أنك
أنك أيها الإنسان إذا كنت فقيراً فالغني هو الله. الرجاء بالله، إذا كنت يا مسلم في كرب تعلم أن الفارج الله. يا مسلم إذا قوي رجاؤك بالله ستعلم يقيناً أنك إذا مرضت فإن الشافي الكافي المعافي هو الله. وهكذا مع كل أمر يمر مع الإنسان، أنت إذا كنت في يا أيها المسلم في عسر ورجاؤك بالله قوي ستوقن أن اليسر به بيده سبحانه وتعالى. إذن للكلام بقية في موضوع الرجاء، هذا الموضوع المميز والشيق حقا. أحبتي المشاهدين الكرام، سنواصل إن شاء الله الكلام عن هذا الموضوع بعد فاصل قصير، انتظرونا بمشيئة الله تعالى. عدنا إليكم مجدداً أحبتي المشاهدين الأكارم، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم الرجاء بالله. رب سائل يسأل: ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ فالراجي كمن يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع، أما المتمني كحال من يتمنى أن يكون له أرض فيبذرها ويأخذ وينتظر أخذ زرعها. شيخنا الحبيب، هناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى تقول: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أين الرجاء بالله تبارك وتعالى في هذه؟ قلنا أن الظن يصدر من الإنسان، إن كان حسنا فهو الرجاء به سبحانه وتعالى، وإن كان سيئا فهو ظن الجاهلية. فالله عز وجل عاب على الناس الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والجميل أن أحد المفسرين قال: من الظن بالله ظن الجاهلية أن تعتقد أن الله عز وجل سيضع أناسا أفنوا أعمارهم في طاعة الله من الصالحين سيضعهم في النار، وأنه سيضع أناسا ناصبوا العداء لهذا الدين سيضعهم في الجنة. وهذا يتردد على ألسنة كثير من الناس، وما يدرك لعل الله فلان يجوز عند الله يوم القيامة أحسن مننا. هذا الكلام لا يستقيم، خاصة حين يتكلمون عن مقارنة بين أناس من أهل الأمة الإسلامية وأناس من غير الأمة الإسلامية من أهل الغرب، فيقارنون فيقول فلان عند الله أفضل، فلان في الجنة أو الآخرة له لأنه فعل كذا وكذا. هذا ما ينبغي. ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. رب العالمين يقول: وهل نجازي إلا الكفور؟ بل هناك معادلة، هي معادلة التوازن في المعاملة. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ سبحان الله، ساء ما يحكمون. هل يتساوى المؤمن الصالح في حياته وموته مع الذي لم يكن كذلك؟ المؤمن المتقي المستقيم على شرع الله إن الملائكة لتزفه إلى الجنة زفة. ألم نسمع إلى قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ ما الذي يحدث؟ تتنزل عليهم، متى تتنزل عليهم؟ هاي آية لإعادة التوازن، إعادة التوازن في المعاملة مع الخلائق. نعم، لا يمكن أن يكون غير المفلح القاطع رجاءه بالله أن يتساوى مع الذين يرجونه ليلا ونهارا. لا يمكن، لا يمكن، مستحيل. أهل الاستقامة حياتهم ومماتهم تتساوى مع أهل الضلال. قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ الله، معقولة؟ ساء ما يحكمون، ساء ما لا يمكن. الولي المتقي المستقيم على شرع الله تزفه الملائكة للجنة زفة، تتنزل عليهم الملائكة: ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا قبل الموت. نعم، أما غير ذلك فيضربون وجوههم وأدبارهم. لا تتدخل في معاملة الله لخلقه، لا تساوي بين من اتصل قلبه بالله وآمن وعمل الصالحات مع أناس أفنوا حياتهم في غير مرضات الله. نسأل الله العافية. آمين. إذا نحن بحاجة إلى الرجاء بالله. نعم، في أمس الحاجة إلى الرجاء بالله، لأنك إذا اعتقدت أن الله عز وجل سيكون حسابه هكذا، وأن ممكن فلان أو فلان نعلم أنه لم يكن من أهل الإيمان فترقيه في الجنة في نظرك، وفلان من أهل الإيمان تدخله النار في نظرك، أسأنا الظن بالله، قطعنا الرجاء به. من الرجاء بالله سبحانه وتعالى أن تنزل الناس منازلهم. ظنك بالله ما هو؟ ظني به أنه قال: وهل نجازي إلا الكفور؟
ظني به قال أني لا أساوي بين المؤمنين وغيرهم في الحياة والممات. نعم تضيق الدنيا تضيق الحياة على المؤمن، قد لا يجد مؤمنا لقمة يأكلها، قد لا يجد علاجا لمرضه، قد لا يجد ماء نقيا يشربه. هذا حال كثير من الآن من الأمة من المسلمين في ابتلاء، في ابتلاء عظيم. هناك مجاميع من المسلمين في بعض بلاد المسلمين في الأرض، هي حصار شديد، ضنك وتعذيب وواوى إلى آخره. لا لا، هذه دنيا، ومع ذلك فحياتهم ليست كحياة غيرهم. في الأخير هم الرابحون، في الأخير أن الله عز وجل على ظنهم بالله سيكرمهم سبحانه وتعالى، سيعوضهم. إذا لم يفسد الله، إذا لم يفسد قلبك، إذا لم يفسد قلبك فإنه قد من عليك بأعظم النعم. القلب إذا لم يفسد فليفسد الجسد. نعم. لأن الغاية من هذا الدين، من هذه الدنيا، أن تخرج منها وقلبك سليم. هؤلاء يعني الإنسان عندما يترك شيء، يعني ينبغي أن تكون هذه النقطة واضحة عندنا كوضوح الشمس. نعم. يعني مستحيل أن نعصي الله تبارك وتعالى ونحن نكون في ربح دائم أبدا، أو أن نطيعه ونخسر أبدا، لا يمكن. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد، نعم، عندما قال وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا عندما منه. أنا أترك الملذات الدنيا، أي تقوي الرجاء في الله، هذه تقوي الرجاء في الله، تتعامل مع الأمور. أنا مال مشبوه أبقى فقيرا فأترك الحرام، مال مشبوه أتركه لك يا رب، سيأتيك التعويض، يقوي رجاءك بالله. جميل. هل رجاءك بالله أنه قادر على أن يعطيك؟ لابد أن يكون هكذا، أن يكون له رجاء أن الله تبارك وتعالى سيعوضه. نعم، المؤمن لابد على يقين أنه لو دخل في بطن حوت قادر جل جلاله أن يخرجه منه. على هذا اليقين لابد أن يكون له الرجاء بالله. يعني الأمور مظلمة مسودة، أنت تقول لابد للفجر أن يخرج، لابد من النور سيظهر سبحانه وتعالى. لذلك عاب الله عز وجل على أهل مكة حين طلب منهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما نقدر نآمن. ليش؟ قال والله نخاف لا يروح مننا الأمان، خاف لا يروح مننا الأمان. فعاب الله عليهم، فقال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. قال لما البيت العتيق قد وضعتم حوله أصناما تعبدونها من دوني، وأنا كنت أرزقكم أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف، الآن بعد ما تؤمنون بأعظم رسول لدي صلى الله عليه وسلم سيزول منكم الأمان وستجوعون، لا يمكن هذا. فعاب الله عليهم سوء رجائهم به سبحانه وتعالى، قال لما أنتم عندكم أصنام دو مدارات البيت تسجدون لها من دوني، وأنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم وآمنهم. قال بعد أن تؤمنوا بي وبرسولي على الوجه الذي أريد سيذهب منكم الأمان وستقعون في المخمصة، لا يمكن. فعاب الله عليهم هذا الكلام. إذن المسلم ينبغي له أن لا يقطع رجاءه بالله أبدا أبدا أبدا، مهما ضاقت عليه الأمور، مهما انقطعت به السبل. هل تتعلم يا أخي السيد الكريم أن الصحابة الكرام أقوى الناس إيمانا بعد الأنبياء والمرسلين، وصلوا بهم الحال، يقول عنهم القرآن عن مشهد من مشاهدهم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، رب العالمين يقول وبلغت القلوب الحناجر. القضية كالآتي، يعني هذا مثال عظيم جدا للمسلمين على مر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في غزوة الأحزاب، المدينة محاصرة بجميع بقبائل من جميع العرب، بنو قريظة واليهود في المدينة خذلوا المسلمين وخانوا المعاهدة، المؤمنين خلاص. قال رب العالمين يقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يكسر، عصت عليهم صخرة فبدأ يكسرها لحفر الخندق، فقال فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد فارس، بلاد قيصر، بلاد كسرى. فبعض المنافقين قالوا والله هذا الكلام ما معقول، منافقون. قال أيعيدنا أن تفتح لنا بلاد كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته؟
تشوف المشهد ينظر إلى الآن، ولكن أين الرجاء بالله؟ أين الرجاء؟ هنا فرق. المؤمنون زلزلوا القرآن ثبت ذلك. نعم. المشهد لكن جدا حرج، لكن كان عندهم رجاء بالله، آمنت بالله. اللي صار كالآتي: رجل من غطفان قائد من قادة هذه القبيلة. نعم. اسمه نعيم بن مسعود. نعم. جلس في خيمته ليلا، هو جاي معاهم، هو زعيم غطفان، اي جاي. نعم. جاي مع الأحزاب. نعم. ضد المسلمين، ضد المسلمين. قال: أنا هذا الرجل ما سمعنا عنه إلا خيرا، لا هتك عنه، يحدث نفسه في خيمته. أي نعم، على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا جابني، والعرب كان عندهم أيضا أخلاق. قال: أنا جابني هنا هذا الرجل، أنا راح أنقاتل الرجل، لم يسفك دما أبدا، ولم يهتك عرضا. نعم. ولم ولم ولم، والله أروح عليه. فتسلل، طبعا الوصول إلى سيدنا النبي صعب، صعب طبعا، لأنه كل وقت معركة. نعم. فتسلل حتى دخل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: نعيم بن مسعود؟ قال: نعم يا رسول الله، جئت لأسلم، الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك وحدك واحد ما تستطيع، لكن خذل عنا ما استطعت، والحرب خدعة أو خدعة كما معلوم. فطلع فكر فذهب إلى اليهود، قال لهم: خذوا رهائن من العرب لا يغدرون بيكم بعدين. وراح إلى العرب إلى القبائل، قال لهم: اليهود راح يأخذون منكم رهائن يخذلون معاكم مثل ما خذلوا مع محمد. فاهتزت الأمور ونزلت الريح وقلبت القدور وأخذوا خيامهم وتغير الحال وانتصروا، وبعد ذلك فتحت بلاد كسرى. سبحان الله العظيم. الرجاء بالله، لا تيأس أبدا أبدا، لا تيأس. قد يؤخر الله النصر، قد يؤخر الرزق، قد يؤخر الزواج، لكن على المسلم ألا يقنط ولا ييأس. أعلم أن العاقب المتقين، كلمتين احفظت تغير لك حياتك. العاقب المتقين، دائما النهايات من صالحك إذا كنت متقيا، دائما في كل أمر، في كل أمر، فقر غنى، مرض عافية، سفر حضر إلى آخره، في كل أمر احفظ هذه الجملة تقوي في رجاءك بالله. هذا قوله تعالى: والعاقبة للمتقين. دائما النهايات في مصلحة المؤمن، دائما النهايات للمتقي، دائما دائما اطمئن، يعني بين قوسين اثنين بالمصارعة، في حلبة مصارعة، بالأخير سترفع يدك، أنت المنتصر. خلي المقابلك تأتيك لكمات منه وإلى آخره، اطمئن، العاقبة للمتقين. الله قال هذا، يقوى رجاؤك به سبحانه وتعالى. لهذا يقول يحيى بن معاذ رحمه الله، يقول: مستقى الخوف من بحر عدله. الخوف من نأخذه؟ مستقى الخوف من بحر عدله، ومستقى الرجاء من بحر فضله، وقد سبق القضاء أن رحمتي سبقت غضبه. الله. مستقى الخوف من بحر عدله. جميل. ومستقى الرجاء من بحر فضله، وقد سبق القضاء أن رحمتي سبقت غضبي. وكان يقول: إن كان صغر في جنب عطائك عملي، فقد كبر في حسن رجائك أملي. سبحان الله، سبحان الله. هناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى تقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. معنى هذه الآية أن الاكثار من الذكر كما ذكرنا يحسن الرجاء به سبحانه يحسن وتعالى. الرجاء به. وقال حين قال تعالى، فسر هذه الآية. نعم. في الحديث القدسي جل جلاله الذي ذكرناه، وأنا معه حيث ذكرني. نعم. فإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. إقباله عليك، هل تظن أنه سيقبل عليك من غير أن ينصرك، من غير أن يرزقك، من غير أن يرعاك، من غير أن يكنفك؟ لا يمكن. ما معنى أن يقبل علي ربي؟ يقبل عليك بماذا؟ إذن أنت أيها العبد حين أكثرت من ذكره سبحانه وتعالى سيقبل عليك. سبحان الله. ستأتيك الحلول. أنت مع خالق الكون جل جلاله. جل جلاله. لهذا قرن: أنا عند ظن عبدي بي ثم وأنا معه حيث يذكرني. كثارك للذكر، تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، تقربت ذراعا تقرب باعا، أتيته تمشي أتاك هرول، يقبل عليك سبحانه وتعالى. سيقبل عليك من بغير رزقه؟ حاشاه. أو بغير نصره أو مدده أو معونته؟ لا يمكن. هذا دائما دائما مآل الأمور من صالح المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى. أيضا قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون.
هناك قول العلماء في هذه الآية. اي نعم، هذا التفسير ايضا ليس هو المشهور، ان الذين على صلاتهم دائمون بالذكر والدعاء، بالذكر والدعاء دائما مداومين على صلواتهم بكثرة، لانه الاصل في الصلاة الدعاء وهي الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. شيخنا الحبيب، هناك قصة يعني لطبيب جراح، هذا سر النجاح. هنا أيضا الرجاء يتدخل، الرجاء سر نجاحك. القوة بيد من؟ قصة من الواقع. نعم، القوة بيده سبحان الله، والمعونة بيده، كله بيده، والتوفيق بيده. فكان هناك أحد الأطباء في منتهى الاشتهار، العالم كله تشهد بصلاحه وبراعته، كان يقول: سر نجاحي أني أتذلل بين يدي الله قبل الدخول إلى العملية، أرجوه أن يمحح العملية وألح عليه سبحان الله، وأطمع برجائه سبحانه وتعالى أن يوفقني في الذي أنا مقبل عليه. هذا سر النجاح سبحان الله. يسجدون لله ويتضرعون إليه، فصار من الأطباء المشهورين جدا. يقول: أنا سر نجاحي في هذه الدنيا ساعة الرجاء التي أبتدئها قبل البدء بالعمل، قبل البدء العملية، يقف بين يدي الله ويكثر من رجائه من الله سبحانه وتعالى أن ينصره، أن يوفقه، أن يأخذ بيده، مصداقا لقوله: وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، لأنه ذكر الله فيكون الله معه، معه ويوفقه أثناء العملية وأثناء سبحانه وتعالى. الله. حتى العاصي لا يأس من الرجاء أبدا. والتائب زاده لو يعلم، لو يعلم المدبرون عني كيف اشتياقي لهم لترك ذنوبهم لتقطعت أوصالهم من محبتي، هذا حالي مع المدبرين عني، فكيف بالمقبلين علي. أيها التائب، إذا ذكر العبد ربه شبرا، تقدم شبرا، أقبل الله عليه ذراعا. وأنت أيها التائب إذا أقبلت على الله، فالله يفرح أكثر مما تفرح أنت بنفسك سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم يجد ضالته بالفلات. يعني إنسان جاء إليه عنده ورقة براءة، ورقة براءة مثلا سند بيت مثلا، وجاءوا ليأخذون البيت، أو عنده مال يطلب أحد، وعنده الصك محفوظ عنده، مال كبير جدا، وضاع هذا الصك، فيبحث عنه ما وجده، فحين وجده فرحته بقيمة اللي وجده، بقيمة الصك. كذلك العبد حين يتوب إلى الله فالله يفرح به. نبقى شيخنا الحبيب مع هذا الحديث الشريف المبارك، لكن بعد فاصل قصير أحبتي المشاهدين الأكارم نعود إليكم إن شاء الله لنكمل موضوع الرجاء بالله، انتظرونا. عدنا إليكم مجدداً أحبتي المشاهدين الأكارم، وبرنامجكم وأنت فيهم مع حلقة جديدة ومميزة وطيبة، الرجاء بالله تبارك وتعالى. قد يتأخر النصر، قد يتأخر الرزق، وقد يتأخر زواجك، وقد تتأخر وظيفتك، لكن أحسن ظنك بالله، فقال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. شيخنا الحبيب، ما هي أو كيف هي نظرة المؤمنين لله تبارك وتعالى؟ سبحان الله. تكلمنا في بداية الحلقة أن الرجاء بالآخر هو أن تكون معه على صفاته التي فيه. نعم. فلا ترجو المال إلا من غني كما ذكرنا. كذلك نظرة المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. المؤمن ينظر إلى الله على أن بيده كل شيء، أن بيده كل شيء، كل شيء، وأنه قادر على كل شيء، وأن المستحيل بيد عنده ممكن سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. غير المؤمن ينظر إلى الخالق نظرة أخرى. غير المؤمن نعم. بل الذي ليس لديه رجاء بالله ينظر إلى الأمور أنها معقدة، تقول له: هاي المسألة بسيطة عند الله يسيرة. لا، مستحيل هاي تنحل. أنت قفل باب الرجاء على نفسه، نسأل الله العافية. حين يقوى رجاؤك بالله يتغير الحال. نظرة المؤمن نظرة فعال. حاتم الأصم ذهب إلى رحلة الحج، جمع أطفاله، قال: إذا ذهب إلى رحلة الحج نفلا فأبقى لهم مالا. قالوا أهله، قال: يا لا تروح، والله نحن بعدين الأكل والشرب والمعرف إيش. قال: أنا أبقيت لكم. قال: والله. فقامت ابنته الصغيرة فقالت: يا أبتاه اذهب إلى بيت الله
والله لن يضيعنا الله. لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. أنطقها الله طفلة صغيرة. فاستأنس بكلامها فعزم العقد على الذهاب، النيات على الذهاب. ذهب الحج، مرت الأيام، نفذ الطعام قبل ما ينتهي موسم الحج والعودة. ليلة من الليالي باتوا بلا عشاء، فأخذ الأبناء يلومون أختهم: أنت التي دفعت أبانا للذهاب، شجعتيه. فقالت الطفلة وهي صغيرة: قالت: يا رب، يقيني بك، رجائي بك دفعني أن أقول ما قلت. الله، والله لو ما عندي رجاء بك ما أقول اللي قلته. سبحان الله. ناموا تلك الليلة. في الصباح مر أمير البلد من المنطقة، وبيتهم كان راس الركن إذا صح التعبير، فقال: أريد ماء باردا من هذا الدهر. فطرق الباب، قال: يا بجيبوا ماء بارد لأمير البلد، الهوسة والموكب والعادي. فجابوا الماء بارد، خلونه بكوز وصينية وترتيب. طلعوا الماء فشرب، فاستأنس من الماء. قال: دار من هذا؟ قالوا: دار حاتم الأصم. فأخذ كيسا فيه ذهب فوضعه في الإناء، والتفت إلى العسكر فقال: من حبني وافقني. الله. اللي يحبني خليه يعمل مثلي. فكل اللي معاه شالوا وضعوا الذهب في الإناء، فعاد الإناء الماء كرم الله ممتلئا بالذهب. كرم الله. فبكت الصبية. سبحان الله. والأطفال يفرحون. قال: ألا ما تبكين وقد أغنانا الله؟ قالت: نظر إلينا مخلوق واحد فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى. عندك رجاء بالله كل مستحيل يكون ممكنا. قوي رجاءك بالله. المشكلة اللي أنت بيها، مثل ما تفضلت، الوظيفة المتأخرة، الزواج المتأخر، الزوجة المريضة، الشخص المؤذي، هو أبو العمل اللي يؤذي، كل بلاء ظاهر مؤقت بالأخير لك. فيكون عنده سبحانه وتعالى قادر أن ينقذك من كل شيء سبحانه وتعالى. سبحان الله. هناك أيضا قضايا في بعض القصص القرآنية قد لا ننتبه لها. جميل. لما قال الله عز وجل لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قف. الله أكبر. قف هنا. ألقيه في اليم في البحر. ندعو دائما أن نقف عند تلاوة القرآن. جميل. القراءة السردية لن ستحرمك من درر هذا النص. هنا يأتي التدبر وتأتي الأسرار. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. جميل. فإذا خفتي عليه، أم تخاف على جنينها وظناها، فإذا خفتي عليه، قف هنا. الجواب إشني؟ راح نبعث ملائكة أنه تحفظه وديبال عليه، فألقيه في اليم. عكس منتهى الخوف. سبحان الله. يعني الخوف أن تخاف لهم تحرص. نعم. فأن تفعل 100%، يعني التي لا تخاف على ابنتها، ابنها لا تفعل هذا. الله أكبر. فأعطاها عكس ما يخطر على بال أم في الأرض. فألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك غدا وجعلوه من المرسلين بعد 40 سنة. نعم. جميل. يلقى غلام في تابوت في صندوق، فيذهب فيتحرك الماء، فتقع قطعة من شجرة على حافة الساحل لتوقف طريق هذا التابوت، فيلقي الله في قلب آسيا زوج فرعون المزاحم أن تنزل إلى الساحل لترى الماء، فيقع عينها، تقع عينها على هذا الصندوق، فيدخل قلبها فتنظره، فيلقي الله محبته في قلبها. يا الله. وقد أمر في طبعا آمنت به بعدين. نعم. وبعد أي نعم خيار نساء أهل الأرض منهم. نعم. وأخذته قالت لزوجها: قرة عين لي ولك. فرعون قد قرر قتل جميع الذكور الغلمان، ويتغير الحال. سبحان الله. ويرد إليها وحرم الله عليه المراضع تحريم منع، لا تحريم شرع، لا شرع، فقط منع. فعاده إليها إلى أمه: إن ردوه إليك. سبحان الله. بالمناسبة هي ليست نبية، لا وجود للأنبياء النساء، الأنبياء فقط رجال. ما الذي ألقي فيها؟ ما هذا الإلهام؟ سبحان الله. ما هذا الرجاء بالله أنها فعلت؟ نعم. سبحانه وتعالى. حديث الرجاء أيضا عن الأصل، هذا أعظم حديث ورد في الرجاء. هذا أعظم حديث ورد عن الرجاء في الرجاء. قال تعالى في الحديث القدسي: عبدي إنك ما دعوتني الله ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. دعوتني ورجوتني. ورجوتني. يعني مع الدعاء رجاء. سبحان الله. لأن ما من أحد إلا وهو مسرف على أمره، مقصر في حق ربه، فيحتاج إلى الرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي.
سيدنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، لما حضرته الوفاة وقفوا عنده أهله وأصحابه فقالوا له: كيف تجدك؟ فقال: والله ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم، شوف الكلام جميل، إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. يا الله، إلا أنكم ستعاينون غدا هناك من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. لا يخطر على بالكم ولا خاطركم. لأن عيوه شوف، لأنه فبصرك اليوم حديد يعني حاد مخترق. سبحان الله. إدريس بن عبد الله المزوري يتكلم يقول: احتضر أحد العرب عربي سأنا لقد حاله، فقالوا له: وضعك الصحي ما يساعد، إنك ستموت. فقال: وإلى أين يذهب بي بعد الموت؟ فقال: يذهب بك إلى الله، إن لله وإن إليه راجعون. قال: وعلى ما الحزن إذن؟ والله ما رأينا الخير إلا من الله، ما رأينا الخير إلا من الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا. وكما روي عن ذلك الأعرابي الذي قال: من يحاسبنا يوم القيامة؟ الله. قال: الله. فضحك، قال: هل تضحك؟ قال: وهل رأينا الخير إلا من الله، لا إله. ثم قال: إن الكريم إذا قدر عفا. الله الله. الكريم إذا يقتدر يعفو، إن الكريم إذا قدر وإذا أعطى أدهش. سبحانه جل وتعالى. الله تبارك وتعالى. أيضا هناك قصة يعني رويت لبدوي، قصة مشهورة جدا في السعودية في منطقة الطائف في شمال جدة. جدة نعم. هناك أرض لرجل كبير بالسن، رجل عربي يعني رجل ما عنده خبرة بالتجارة في الدنيا، استغله. البناء بدأ يتسع، فالبناء بدأ وصل إلى أرضه، إلى أرضه هو بغير مكان. فجاء علينا ثلاثة قالوا: هاي أرضك بعيدة، وما يعرف أنه البناء وصل. فالبناء من يصل إلى أراضي، استغلوا أنه عدم معرفته، فاشتروها بسعر زهيد زهيد منهم. هو الرجل من الصالحين، اشتروا الأرض وبنوها عمارة 12 طابق، لكن ما مرتاحين. واحد وقع منها على العمارة مات، الله أكبر. الثاني دعمته سيارة، الثالث قال: والله نحن اللي انغدرنا بهذا الرجل. سبحان الله. فبحث عنه 6 أشهر حتى وجده، فجاء إليه قال له: تعال أحكي لك اللي صار، الأرض كذا واللي هكذا، والإخوان اللي معاي الاثنين اللي معاي، واحد وقع منها على الإمارة ومات، والثاني دعمته سيارة. فقال له الأعرابي كلام جدا حلو، هذا الأعرابي الذي هذا الإنسان البسيط الصالح، قال: المليح لحقت حالك. الله أكبر. قال له: مليح أنه أنت لحقت حالك. لحقت حالك، إلا كان حالك حال اللي راح. سبحان الله. فرجع له المال ورجع له لا يستسمحه، مليح لحقت حالك. قال لي: استعجل الإنسان بتلحق حاله، لأنه لا يدري متى ما يعرض له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء. الله. يعني واحد من كثرة ما ذنوبه صار لها ريحة وصلت للسماء، يعني الدنيا كلها تعرف. سبحان ثم الله. لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. حديث عظيم. يا الله، وحديث الرجاء هذا. حديث الرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لأن المصائب لا تنزل إلا بذنب، ولا ترفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. إلا بتوبة. فالذي وقع على العبد من كرب من عسر من هذا ابتلاء. أيضا شيخنا الحبيب، الدنيا دار أعدت للابتلاء والاختبار والامتحان، دار فتنة. فما يقع على المؤمن إما لذنب أذنبه سابقا، وإما لرفع لدرجاته، فبالحالتين يحتاج أن يرجو ربه أن يكشف عنه ما هو فيه. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، فإذا غفر لك زال سبب وجود البلاء. فإذا غفرت لك زال سبب وجود البلاء. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله. أيوة إن شاء الله. لديها يعني أيضا مذكور في هذا الكتاب عدة وقفات وقصص. أيوة. هلا يعني سمعنا إحداها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا دخل النار، يستحق دخول النار، ف
فبقي في نار جهنم 1000 عام وهو ينادي يا حنان يا منان. الله أكبر. نعم، ينادي يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. فسمع الله عز وجل صوته، فدعا جبريل فقال أتني بهذا العبد، فأخرج ذلك العبد من النار، وكان في أعماق سرادق هذه النار نسأل الله العافية. أخرج، فقال الله عز وجل: عبدي هل ظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. هل ظلمناك؟ لا. استحقيت النار؟ قال: اي والله مستحق. يعرف نفسه، يعرف نفسه. فقال الله عز وجل له: عد إليها. فعاد سار خطوات، ثم وقف، ثم التفت، ثم سار، ثم التفت، ثم سار، ثم التفت، 3 التفاتات. فقال الله عز وجل: عبدي لما التفت؟ قال: ما كان رجائي بك يا رب أن تخرجني من النار وتعيدني إليها. الله، يا الله، ما كان رجائي بك أن تخرجني من النار ثم تعيدني إليها. رجاء أنه إذا أخرجه من النار لا لن يعيده إليها. فلم يعيده سبحانه، فلم يعيده، فغفر الله له سبحانه وتعالى وقبله ونجاه. وروي عن رجل أن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم، فقال فيقول له الله يوم القيامة: اليوم أؤيسك من رحمتي كما كنت تؤيس عبادي. الرجاء، افتحوا الباب للناس، علموهم الرجاء، افتحوا الأمل بهم لله. أنت خلاص حالتك ميؤوس منها، لا تفكر بتعيين، لا تفكر تتزوجين، مستحيل أحد يجي يقدر يطق الباب عليكم. هذه الكلمات، هذا تأييس من رحمة الله. أحد العارفين، عفوا شيخنا الحبيب، أحد العارفين يرى آية المداينة في البقرة من أقوى أسباب آية المداينة، وهي آية الدين 282 في سورة البقرة، صفحة كاملة. نعم، آية الدين، آية المداينة. يقول: هاي آية المداينة دفعتني إلى أن يصير عندي رجاء بالله قوي، وهي من أقوى أسباب الرجاء. يقول: الدنيا متاع، الدنيا قليل، الدنيا قليل. نعم، ورزق المؤمن فيها قليل، والدين قليل، فالقليل من القليل من القليل أنزل الله فيه أطول آية حتى يحفظ على المؤمن من أن يشوب ماله، أن يحفظ دين المؤمن من أن يشوبه مال مختلط، مال مشوب. فإذا كان الله عز وجل قد أنزل أطول آية في كتابه من أجل أقل القليل ليحفظ دين المؤمن من أن يتلوث بالمال الحرام، فمن باب أولى أنه سيحفظ له دينه الذي هو عصمة أمره. التفاتة جميلة. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. قول سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه قال: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من مكر الله. هذه أحد صفات العالم. عندنا الناس 3 أصناف. صنف عندهم رجاء بالله كبير ومتزن معه الخوف، كما قال الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء. ما كان العبد صحيحا في أيام العادية الخوف أفضل، وفإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. هذا الرجاء عند الناس رجاء معتدل متوازن كما ذكرنا. عند الناس آخرين ما عندهم رجاء أصلا، فمأيس من الدنيا كلها. وناس آخرين الصنف الثالث عندهم رجاء زايد، اللي تكلمت عن الإمام الحسن البصري اللي عندهم تمني، ما عندهم رجاء. فالتوازن أن يكون عندك خوف ورجاء من الله سبحانه وتعالى. نأتي شيخنا الحبيب إلى ختام هذه الحلقة المباركة، نبذة أو ختم مسك الختام في الرجاء. مسك الختام في الرجاء أن عمر بن ذر رحمه الله قال: قال تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. ويا ربنا إن هؤلاء قالوا ذلك، ونحن نقسم بالله جهد إيماننا أنك تبعث من يموت، فهل ستجمع بين هذين القسيمين في دار واحدة؟ سبحان الله، مستحيل. سبحانه وتعالى، سبحانه. قال الفضيل بن عياض: نظر إلى بكاء الناس وتسبيحهم عشية عرفة، ثم قال لهم، هذا أيضا على الرجاء: أرأيتم لو أن هؤلاء الرجال بهذا بكائهم وتوسلهم وتضرعهم وقفوا على باب رجل فسألوه دانقا 6 درهم أكان يعطيهم؟ قال: نعم يعطيهم. قال لهم: للمغفرة عند الله أهون من إجابة هذا الرجل لهم بدانق. رجاء عند الله، الرجاء بالآخر أن تكون معه وتظهر منه له ما يوافق صفاته وأسماءه. فكن مع الله وتعامل مع عبادة الله، مع أنك رجاؤك بالله أن يكون مستندا على صفات الله العلى وأسمائه الحسنى، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وخير الرازقين
وذو العرش المتين سبحانه وتعالى. بوركتم وبورك ما قلتم شيخنا الحبيب، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. من جميل ما ذكر في الرجاء أبيات من الشعر: طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، لا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. أحبتي المشاهدين الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المباركة. أشكر لكم جزيل الشكر حسن إصغائكم واستماعكم، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.